تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، دستور 25 من جويلية 2022، والإذن بإصداره. وأعلن الرئيس سعيد أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص. كما سيتم في أقرب الأجال إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وخاصة لحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، وهي أكثر من الحقوق والحريات التي تم التنصيص عليها في الدستور الذي أنهى الشعب وجوده. وانتقد رئيس الدولة في المقابل من وصفهم بالمشككين الذين قال إنهم حاولوا إفشال الاستفتاء على مشروع الدستور بعد محاولة إفشال الاستشارة الإلكترونية التي أطلقت في منتصف جانفي المنقضي، قائلا في هذا الصدد إن تلك الاستشارة التي شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي تعرضت لـ 12,000 هجوم إلكتروني من الداخل والخارج. ويكفي فقط التذكير بأن هذه الاستشارة تعرضت لأكثر من 120,000 هجوم إلكتروني من الداخل والخارج. لقد تم تنظيم الاستفتاء في اليوم المحدد. وتحدث رئيس الدولة مجددا عن الوظيفة القضائية وأكد مرة ثانية على الواجب المحمول على القضاة وعلى ضرورة تساوي الجميع أمام القضاء، وعبر في المقابل عن أسفه لحصول تجاوزات على غرار الزج بالمبلغين عن الفساد في السجن. هذا وشدد الرئيس قيس سعيد في كلمته على أن الشعب يريد تطهير البلاد وأنه على القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد واستولى على حقوق الشعب. وفي هذا السياق المتعلق بالوظيفة القضائية، يتجه التأكيد مجددا على الواجب المحمول على القضاة، فالجميع متساوون أمام القضاء. ومن المؤسف بل ومن المؤلم أن تحصل تجاوزات كان يتم الزج بالمبلغ عن الفساد في السجن ويبقى المفسد حرا طليقا، وحتى إن كانت هناك قرائن أو شكوك حول الذي أبلغ عن الفساد، ألا يمكنه اتخاذ إجراءات احترازية ضده دون الزج به في غياهب السجون؟ هذا وخص سعيد الجانب الاجتماعي بجانب من كلمته إلى الشعب، وقال في هذا السياق إنه آن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة حول العدل الاجتماعي في ظل مقاربة وطنية شاملة، غير أنه لم يحدد طبيعة تلك المقاربة، ولكنه وصفها بأنها مقاربة بعيدة عن المقاربات القطاعية، مشددا على أن العدل سيتحقق وأن قيمة العمل ستعود وأن الكرامة الوطنية ستتحقق. إن قضية الحريات محسومة، ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول. لقد عانت الأغلبية كثيرا من التفكير والتنكيل، وآن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها. كما وصف رئيس الجمهورية في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة ختم الدستور الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء بالتاريخي: هذا يوم تاريخي نعيشه معا يا أبناء شعبنا العظيم
في كل مكان. وقال سعيد إنه يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، معتبرا أن ما قام به هو تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ بعد أن سد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان. هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، بل مع المشروعية الثورية. وليس من المغالاة في شيء التأكيد على أنكم يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان أبهرتم العالم كله. من ديسمبر 2010 إلى تاريخ الاستفتاء الذي تم تنظيمه في الموعد المحدد،